كم آية يقول أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون. بعكس يا إخوان ديانة النصارى، النصارى يقول اترك عقلك برا وادخل الكنيسة لا تفكر، لكن ديننا دين الإسلام فكر، ما هو الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله. أحد ملوك الأندلس عاش ملك 50 سنة، فسألوه ما هو النعيم الذي وجدته في هذه المدة؟ قال والله ما وجدت راحة في هذه المدة كلها إلا 14 يوما. فلا تظنوا يا إخوان أن الأغنياء في راحة أو الملوك والرؤساء في راحة، لا، كل إنسان في كبت، لكن الذي في راحة هو الذي يعمل صالحا، ينفذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الله، يحافظ على هؤلاء الصلوات المباركات، يفكر في مخلوقات الله، يفكر هذه السماء من الذي خلقها، من الذي يستطيع أن يخلقها، ما فيها أعمدة، طولها، عرضها، من الذي؟ الله هو على كل شيء قدير. هذه الأرض الواسعة، هذه الجبال، الرواسي، هؤلاء المخلوقات. فلا بد من التذكر والتفكر. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كم آية يقول أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون. بعكس يا إخوان ديانة النصارى، النصارى يقول اترك عقلك برا وادخل الكنيسة لا تفكر، لكن ديننا دين الإسلام فكر، ما هو الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله. واعلم علم اليقين أن هذا الموت ما هو وراءك، أمامك، أنت تذهب وهو يقابلك، كما قال الله عز وجل فإنه يلاقيك، الله يلاقيك، هذا الموت يلاقيك. فالموت آتيك آتيك، لكن ماذا قدمت لنفسك؟ شهواتك تضيع، رغباتك تضيع. ربنا أعطاك مال، حافظ على هذا المال يدخلك الجنة. أعطاك فقر، اصبر واطلب من الله عز وجل أن يدخلك الجنة. فالنار يا إخوان كما ورد في الحديث الصحيح أن أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا في الآخرة يغمس في نهر ثم يخرج منه فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله، لا والله ما رأيت نعيما قط، وهو أنعم أهل الدنيا. ويؤتى بأبعس أهل، أبأس أهل الدنيا، فقير، مريض، تعبان في هذه الدنيا، يسأل، يغمس في هذا النهر، يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت.